السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وعليكم وبركاته. السلام إبراهيم، الله يحفظك، تفضل. بخصوص اللحية يا شيخ، المفروض الرسول أمرنا يعني إن إحنا نربي لحيتنا ونقص شواربنا. صحيح، صدق الرسول. أما هنا والدي يعني بيقول لي احلقها وكده عشان المشاكل وكده. والدك يقول لك اطلق الشارب قصر واحلق اللحية، عكس كلام الرسول. لا، بيقول لي اللحية أنا ما تربطش يعني عشان مثلا الناس تقول لإخواني وكده ويعمل مشاكل لي. فأنا المفروض أعمل إيه؟ اتبع سنة رسول الله. حتى لو ممكن أطلع من البيت؟ حتى لو ممكن تطلع من البيت. تمام يا شيخ. شكرا.